السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا أشنا هو مكونات لي زيليمون دو سيركوي بريكر أو سيركوي بريكر تولز، أدوات قاطع الدائرة الكهربائية. سيركوي بريكر تولز أو لي زيليمون سيركوي بريكر، مناش كيتكون عندك هنا أرتش تشيت، يعني شناهي قوس، هاهي شتا قوس هذا ارتشوت، هنايا اتصال متحرك موفين كونتاكس، هنا موفين كونتاكس، هي هنا ارتشوت، هي هذه اتصال متحرك، هي قوس ارتشوت، هي قوس شتا هذا، واتصال متحرك موفين كونتاكت هي هذا، هاو وهذا شتي ديال شويه صغير، والقوس ارتشوت هو هذا، هي القوس. هنا اوبريشن ميكانيزم، آلية التشغيل هي هذه، كاينه هنا هي هذه. هنا هذا الكنوب، كنوب هذه يعني مقبض يدوي، هذا هي مقبض يدوي، مقبض المقبض بحال قلتي، مقبض المقبض، مقبض المقبض، هذا الكناب هي بحال قلتي مقبض المقبض، هذا الكناب مقبض المقبض، فين هو؟ هو هذا، ها هو شتي. هنايا مانيال تريب، رحلة يدوية، بوتون يعني زر الرحلة اليدوية، هو هذا اللي كنقولو له حنا الريزت، مانيال تريب بوتون هي الريزت، هاي رحلة الزر اليدوي هي هادي. هنايا اوفرلود فينا هو، ها هو اشناهو، هو فوق الحمل. هنا تينيال كونيكتر هو هذا، موصل طرفي. هنا بيز اوفر ام سي بي ماتيريال، مادة الغطاء الاساسي هي هذه بالكحل، شتيها نعاودها الثاني. قلنا هاد الادوات ديال السيركوي بريكر شناهوما، سيركوي بريكر تولز يعني ادوات باللونغري، هما ادوات القطع الكهربائي، وهنا لي زيليمون فرونسي سيركوي بريكر. هنا قوس ارتشوت هو هذا، بالفرنسي كنقولوا ليه لارك ارتشوت هو هذا، موفن كونتاكت اتصال متحرك، اوبريشن ميكانيزم آلة التشغيل هي هذه، شتا. وهنايا هذا الكناب هي مقبض المقبض، هي بلاتي هي هذه، هاي ديال السويتش كاع. هنا مانيال تريب باتون هي الرحله اليدويه. هنا اوفرلود هي فوق الحمل هي هذه. هنا الرحله قلنا هذيك تينيال كونيكتر هي موصل طرفي، بيز اوفر بي ام سي بي ام سي ماتيريال، ماده الغطاء الاساسي. دونك يعني خص بحال الشيء هذا، خص تعرف اشنو هو السيركوي بريكر، يعني مناش كيتكون، باش حتى لا توقع فيه شي عطل كتعرفو. كان هذا هو الدرس ديالنا، غير واحد الهضره بغيت نقولها انا، يعني خصنا نحيدو منه الحسد الا بغينا نزيدو لقدام. علاش نحيدو منه الحسد؟ حيت انا لقيت واحد الكومونتير، واحد كيقول لي ما ديروش لي ابوني، وما ديروش لي بارطاجي، وما ديروش لي جيم، باقي صغير. وعلاش اخويا؟ اش بيني وبينك انا؟ لا انا نقول لك واحد القضيه، شي ديما نديرها في راسك هاد القضيه هادي، حيد منك الحسد تربعه، هادي الاولى. ثانيا دور في دماغك هادي، الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، ديما من حدك حتى كتعاون خوك ولو بشي حاجه بسيطه، راه كيعاونك الله، كيجيب لك الله الرزق، راكون هاد القضيه هادي. وحاجه اخرى عاوتاني قال لك وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الاثم والعدوان،
يعني بنادم يقول ها هضره زوينه اش والو راه واش درت انا كاع حتى تبقى تقول لي بحال الهضره انا راه درتها قلت لك واش استفدت. دونك هذا هو الدرس هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. Bonjour mes amis. Excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci. Et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos. Et merci beaucoup pour vous tous. السلام عليكم أصدقائي. عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos, mis amigas. Perdona el retraso. Es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello, my friends. Excuse me for delay because I have a lot of work in this month. And I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos.